اهلا بحضراتكم. بيشاركني في الاستوديو في هذه الحلقه احمد مشطاوي الناشط السياسي اللي تعودنا انه يشاركنا دايما عبر سكايب او زوم من جنوب افريقيا. مرحبا بك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. هفضل معاك في الحوار الوطني والملف الاهم والابرز لكل النشطاء تقريبا هو ملف المعتقلين السياسيين. هل من انفراجة محتملة من خلال الواقع اللي بنشوفه البيانات اللي بتصدر من هنا وهناك والإفراجات نفسها اللي حصلت؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك نحن نأمل في وجود انفراجة للمعتقلين. وأنا لا يعني لا أظن أن يوجد معارض أو مناضل تجاه هذا النظام المصري مخلص إلا وهو يتمنى أن يشوف انفراجة قريبة للمعتقلين. لكن عن رأيي أنا في هل ستحدث قريبا، عن رأيي أنا الشخصي لا أظن ذلك. يعني ما يحدث من تحركات وفتح للحوار الوطني أو ما إلى ذلك ربما تكون مجرد صورة وهمية بيطرحها النظام المتمثل في عبد الفتاح السيسي للإعلام وللخارج، إن الآن بيسعى لإيجاد حوار وطني لتشكيل صورة تشبه صورة الحكم الديمقراطي، لكن هذا لن يحدث. طيب، في أحزاب تصدر بيان بين الحين والآخر بتشدد فيه على مسألة تسريع وتيرة الإفراج عن المعتقلين، هل هذا يغير من الصورة اللي بتتكلم عليها؟ أتمنى، أنا كما قلت لحضرتك أنا أتمنى أن ده يحدث، ولو حدث بالفعل نحن يعني نشجع ونحمد ونشكر كل من يسعى في هذا الاتجاه على اختلاف أشكالهم على اختلاف توجهاتهم. إذا حدث هذا الأمر بلا شك يعني هذه أزمة كبيرة جدا. احنا أكثر من 60,000 معتقل، في آلاف المتشردين، في أسر النهاردة يعني بتعاني الويلات حتى مجرد أن هم رؤية أهليهم داخل السجون والمعتقلات بتعاني من ذلك. فإن احنا نوجد انفراجة في هذا الإطار، يعني بتشير لأم علي عبد الفتاح تقريبا، أم عبد الفتاح وأمهات كثر من أمثال أم عبد الفتاح. يعني احنا بنتكلم زي ما قلت حضرتك في أكثر من 60,000 معتقل، في أمهات النهاردة أمنيتها أنها تشوف ابنها أو أولاد أمنيتهم أنهم يشوفوا أبائهم. فطبعا احنا بنتكلم على أدنى درجات الحرية، أدنى درجات حقوق الإنسان، دي مش موجودة على أرض مصر. يعني حتى النهاردة لو أفرج نظام السيسي عن بعض المعتقلين، احنا لازال في عدد ليس بالهين. هذا العدد هل النهارده بيعرضوا على محاكم عادله امام قضاة عادلين بيتيح لهم الفرصه انه يوفروا محامين يترفعوا عنهم في قضاياهم، اللي بيثبت ان هو لم يتورط في اي جريمه او ما الى ذلك، هل بيتم الافراج عنه؟ لكن للاسف احنا بنشوف ان النهارده مجرد المعارضه للنظام اصبحت جريمه. طيب، معادلة بشقين، شق الموالين بيشوفوا فيه انه مسألة ربط المعارضة المدنية في مصر المشاركة في الحوار الوطني بالإفراج عن المعتقلين زي اللي بيحط العصاية في العجل عشان ما تدورش، والطرف الآخر شايف لا، أنا مش هقعد على الترابيزة إلا لما تفرج عن المعتقلين، أيهما أصح في هذا الوقت الحالي الذي تشهده مصر ومشهد المجال العام بشكل مفتوح؟ ما أنا قلت لحضرتك اللي بيتجاهل أمر المعتقلين هو بيتجاهل هو أكبر ملف المفروض ان هو مطروح على 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 الترابيزه. مساله الاشتراط، المشاركه مرتبطه لبعض الاحزاب بالافراج عن المعتقلين، الموالين شايفين ان ده لا، ده حاجه هتوقف الحوار والخطا من عندكم انتوا او العطله من عندكم، شايف ده ازاي؟ الموالي هو عايز لا يريد اي شيء من شانه ان هو يعكر صفو النظام. واللي بيطالب بان دوت يكون حل اساسي على مائدة المفاوضات الإفراج عن المعتقلين، هذا يحترم، يحترم جدا. لأن إزاي أنا همارس حوار وطني؟ إزاي أنا همارس عايز أتكلم في ألف ب ديمقراطية وأنا في عندي هذا الكم الهائل من المعتقلين داخل السجون، عندي هذا الكم من الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. طبعا حتى لن يتحسن اقتصاد مصر وهذا الكم الهائل من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات، لن يتحسن الوضع السياسي في مصر طول ما هذا الكم الهائل من المعتقلين داخل السجون والمعتقلات. يعني النهارده لما يعني اي مستثمر عايز يجي يستثمر في مصر بيشوف ان ما فيش استقرار سياسي، بيشوف ان ما فيش تطبيق للحريات، بيشوف ان ما فيش ديمقراطيه على ارض مصر، بيخاف ويحجم عن الاقبال ويحجم عن
الاستثمار داخل مصر. يعني احنا النهارده انت احنا متواجدين على ارض تركيا النهارده، وشايفين كيف المعارضه، شايفين كيفيه تداول السلطه، شايفين قوه المعارضه ضد النظام عامله ازاي. والرئيس اردوغان وحكومته وما الى ذلك بتستقبل هذه المعارضه يعني الفكر بالفكر والحوار بالحوار. طيب هل قوة المعارضة هي عملية بتخاف منها بعض الأجهزة في مصر، ولذلك هناك تحجيم لهذه المعارضة خشية من الوصول لهذا المستوى اللي بتتكلم عليه؟ لا، هو أنت لو أي نظام، لو هو نظام ناجح، لو هو نظام قوي، لو هو نظام عارف أنه إن 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 هو بي بي يعني بيدير الدولة يعني بالعدالة وبيطبق العدالة وبيطبق الحريات، هو مش هيخاف من قوة المعارضة، لأن أنا ليا رصيد في الشارع، أنا ليا زي ما ليا معارضين أنا كذلك ليا مؤيدين. أما اللي بيحجم المعارضة، اللي بيخاف من المعارضة، ده لأنه هو شخص عارف كويس جدا أنه رصيده في الشارع شبه صفر، ان مستواه تدنى. فالنهارده لما المعارضه تبرز اكيد هتاخد مكانه، وهم لا يريدون انه يعني السيسي بنظامه لما مش عايز طبعا يتاخد مكانه. طب خلينا نقول ايه المنتظر من الحوار الوطني، وبعدين نشوف ايه اللي حصل في الحاله العامه للحوار او مساله المعتقلين او المجال العام في مصر، الحاله الاجتماعيه والسياسيه في الشارع. اتفضل، ايه المنتظر من هذا الحوار الوطني ان كان ناجحا؟ نقدر نقول ناجح لو ايه اللي حصل؟ والله ينجح لو فعلا يعني أتيح المجال للمعارضة وللثورة لأي إنسان أنه يتكلم بحرية، ينتقد النظام بحرية. لو قدروا أنهم يوصلوا إلى هذا الأمر يبقى دي خطوة من خطوات النجاح. لو قدروا أنهم يوصلوا لملف الإفراج عن المعتقلين يبقى إذن نقدر نقول أن دي خطوات ناجحة حققها الحوار الوطني. لكن ان انا ان يسمى حوار وطني اخرج منه ان تبقى الصوره على ما هي عليه واصبح هناك مجرد معارضه مزيفه على ارض الواقع، ايه المقصود بمعارضه مزيفه؟ المعارضه المزيفه ان انا زي ما السيسي عمل في الانتخابات مثلا، يعني اترشح قصاده بعض المرشحين، لفق لبعضهم التهم ووضع بعضهم في السجون المعتقلات، كان متهيألي هو واحد بس اللي تبقى قصاده عشان يحفظ لماء الوجه ان في معارض، في مرشح رئاسه امام السيسي. فهو اللي هيحصل النهارده ان مجرد ان الاحزاب اجتمعت، ان رؤساء بعض الاحزاب والسياسيين والبارزين، ان اصبح عندي معارضه، بس هذه المعارضه ما حققتش شيء على الارض، ما اثبتتش نجاح في الملفات المهمة بالنسبة للدولة المصرية، سد النهضة. احنا ما بنتكلمش عن المعتقلين فقط، احنا بنتكلم عن اقتصاد النهاردة منهار، بنتكلم عن دولة اصبحت يعني يعني مكبلة بالديون، ديون الداخلية والخارجية. اصبحنا بنتكلم عن 75% او 80% تحت خط الفقر. احنا بنتكلم عن ان ابسط حقوق للمواطن المصري هو مش طايلها، بنتكلم عن مستقبل غامض. فدي كلها ملفات شائكة، ملفات لو هذه المعارضة أو هذا الحوار الوطني اللي بيتحدث عنه الآن أو بيروج له لم يحدث إنجاز فيها، يبقى احنا بنتكلم عن معارضة مزيفة. هل تملك هذه المعارضة أجندات مثلا اقتصادية تبرز ما لم يستطيع النظام إبرازه خلال الفترة اللي فاتت من حلول تحل المشكلة؟ احنا بنتكلم على داعين ومدعوين، تمام، لو الاوضاع صارت بشكل طبيعي الناس دي جاهزه عندها اجندات في الاقتصاد وفي المسائل الاجتماعيه والسياسيه تحل المشاكل فعلا؟ والله لو فتحت الفرصه انا ما اقدرش احكم عن شيء، انا من خلال المعلن يعني قد يكون احنا بنشوف في بعض مرشحين حتى مجلس الشعب من الشباب اللي كان لهم صوت بارز داخل مجلس الشعب وبيتم تحجيمه قدر المستطاع. فيعني ممكن يكون منهم اللي مخلص وفعلا عنده حلول لبعض الملفات، لكن السيسي بس يفتح السكه ليهم. طيب بتشير لاحمد طنطاوي؟ قد يكون.
طيب مسألة نعم. استقالة أحمد طنطاوي من حزبه، ثم اجتمعت الهيئة العليا للحزب ورفضت هذه الاستقالة بعد كم يوم من مقال بيتكلم فيه على كيف تتم محاكمة أو عزل رئيس، والبي بي سي كان حاط رجل على رجل فيها وما إلى ذلك. هذه العناوين تشير إلى إيه؟ إحنا رايحين لفين في الحوار الوطني في إطار هذه الصورة القريبة جدا من اللي بنتكلم عن أسبوع أو 10 أيام؟ لو حضرتك بتكلمني عن انطباعي عن هذا النظام، هذا المشهد بالتحديد، لأن إحنا لو اعتبرنا بالزبط. أن هناك تغيير بعد دعوة الحوار الوطني، فهذا المشهد بيقول إحنا فعلا رايحين لتغيير ولا المسألة أصعب من الأول؟ لا أصعب، أنا بعتبر المسائل صعبة، المسائل صعبة، وأنا بعتبرها ستنتهي في الأخير على لا شيء. ليه حضرتك؟ أنا بعتبر المشهد، ليه كل هذا التشاؤم؟ ليه كل هذا التشاؤم؟ لأن الطبع يغلب التطبع، الطبع يغلب التطبع، والشخصية العسكرية لا تعرف مداولة السلطة ولا تعرف الديمقراطية ولا تعرف حقوق الإنسان ولا تعرف معنى الحريات، فهذه هي المشكلة. بس الرد الطبيعي على كلام زي ده كلامه خلاص الحقيقة، وفي دعوة أطلقت وما كانش حد مضطر ان هو يعمل الدعوة دي، لو الكلام زي ما حضرتك بتقول يعني ده أبسط رد ممكن يجي لك. ما هو حضرتك النتائج قد تثبت ربما نظرتي المتشائمة، هي مش متشائمة لأن أنا متشائم، أنا متفائل جدا أن لابد لهذا الظلم من نهاية ولابد للظالم من نهاية، لكن أنا متشائم لأن ما يحدث كل الوعود التي وعدها هذا النظام برئاسة عبد الفتاح السيسي هي وعود شبه السراب يعني. فنحن نتمنى يعني، انا بكلم حضرتك بهذا الشكل، لكن انا من داخلي اتمنى يكون فيه نجاح على الارض، اتمنى هذا الحوار الوطني يخرج فعلا بنتائج يعني تخالف ظني، لان انا في الاخر انا في الخارج، اي نعم انا يعني واحد من الاف خارج وطنه يتمنى لبلده انها تكون احسن بلد في العالم، احنا بنحب مصر وبنتمنى ان هي تكون احسن بلد في العالم، لكن اللي بيحصل واللي حصل هو ده اللي خلى عندنا هذه النظره. هل الاف الغرباء حول العالم زي ما حضرتك ذكرت لهم اي تمثيل في هذا الحوار الوطني؟ مفيش. ليه في رايك مفيش تمثيل ليهم؟ لان هم بيعتبروا ان كل المعارضين في الخارج هم دول يعني بيوصموا ان دول ارهابيين، دول اللي عايزين تخريب البلد، دول لا يريدون مصلحه مصر او ما الى ذلك. يعني احنا في، انا على سبيل المثال للحصر، انا واحد من الناس لم احضر حتى ثوره يناير، ولم احضر الرابعه، ولم احضر اي حقوق انتخابيه، استحقاقات انتخابيه داخل مصر، انا خارج مصر من نهايه 2005. انا النهارده محروم ان انا انزل وطني، هل لجرم انا اقترفته؟ ما عملتش اي شيء وكثر مثلي، لكن انت مجرد ان انت معارض لهذا النظام فانت محرم عليك دخول مصر ومحرم عليك ان انت تشوف اهلك وناسك. فهذه هي المشكله اللي احنا بنعيشها النهارده. طيب اذا بدا حوار للمصريين حول العالم، مش هنقول موازي للحوار الوطني، لكن حوار فعلا بيسعى لنتيجه وما فيش حد محروم من المشاركه فيه، كيف يكون ثقه للمصريين في الخارج في هذا الحوار المفروض يعلن عنه قريبا بشكل كامل للمصريين حول العالم؟ لازم يكون لهم ممثل. المصريين حول العالم احنا بنتكلم في اكثر من 10 مليون، بنتكلم في اصوات انتخابيه ليست بالهينه، احنا بنتكلم في اقتصاد مصري، يعني النظام المصري بنفسه كان اثبت ان المصريين في خلال سنه واحده حولوا لمصر 16 مليار دولار، خلال سنه واحده بس حولوا لمصر 16 مليار دولار، فازاي ما يكونش لهم تمثيل؟ ازاي ما يكونش لهم مقعد في الحوار الوطني؟ فده اللي احنا نتمناه. قد يكون واحد ممكن ينتقوا بعض الشباب الغير المنتمين لأي أحزاب ولا أي جماعات، لكن يكونوا ممثلين ويسعوا لإيجاد حل للخروج بمصر من هذه الأزمة، لأن هذه الأزمة الآن احنا الكل متورط فيها، حتى الجنين اللي بيتولد من بطن أم اليوم هو بيتورط النهاردة في المشاكل اللي مصر بتقع فيها، مشاكل الاقتصادية، المشاكل، الأزمات اللي موجودة حول في مصر، مشكلة سد النهضة وما إلى ذلك. إذا مثل في وقت من الأوقات المصريين في الخارج في هذا الحوار، إيه تكون مطالبهم في رأيك؟ يعني مطالبهم هتكون يكون يعامل معاملة الأدمي لما يجي ينزل وطنه، يكون
يعني يفتخر في يوم من الايام ان هو مصري. مش احنا النهارده انت بتعامل خارج مصر عشان انت حامل الجواز المصري، انت بتهان حتى من سفارتك. انت بتروح تقف امام السفاره، حتى ما فيش مقعد تقعد عليه على ما تخلص الاجراءات البسيطه يعني حقوق مواطنه كامله باختصار شديد. طيب على ذكرك للسفارات المصريه في الخارج، السفاره الامريكيه في القاهره طلعت تقرير بيرصد بشكل مفصل في 7 أقسام حاله حقوق الانسان في مصر، وانتقادات لمساله افلات مرتكب الجرائم من العقاب في مصر. هذه التقارير الحقوقية الرسمية من دول زي أمريكا وغيرها، إلى أي اتجاه تدفع بالحوار الوطني باعتبار أن في تزامن بين تواريخ إصدار هذه التقارير وبين مسار إطلاق الدعوة؟ لا ننكر أن في شبه ضغط على النظام، ولأجل ذلك هو بيحاول يمثل أنه بيدعو لحوار وطني. نتمنى، أنا بقول لحضرتك أنا أتمنى أن يكون في تغيير على أرض الواقع بسبب الضغوط اللي بتمارس على 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 هذا النظام، لكن ربما في القريب العاجل هنشوف نتيجة الحوار الوطني اللي أنا متأكد أن هي في الآخر قد تكون إلى سراب وقد تخالف ظننا. طب هذا التمثيل اللي أشرت ليه أنه هناك تمثيلية بتعملها هذه السلطة في مسألة الحوار الوطني علشان خاطر المنظمات الدولية والتقارير الرسمية لأمريكا وغيرها، إلى أي مدى يمكن أن تستفيد المعارضة من هذه التمثيلية إن صح التعبير؟ ستستفيد المعارضة من هذا التمثيل يعني بإبراز يعني عايز اقول مش عايز جرائم هذا النظام ضد الشعب المصري، الانتهاكات لهذا النظام في ملف هم رصدوها الإنسان. يعني التقرير الخارجي الامريكي تقريبا مفصل بشكل قوي جدا، لم يترك شيء الا وكاتب عنه، مساله حتى في قضايا بعينها واسماء بعينها لمحتجزين في السجون. هذا الضغط العالي الى اين سيؤدي ب نتائج سواء للحوار أو لحالة المجال العام بشكل مفتوح؟ انفراجة محتملة مثلا؟ لو حصل انفراجة ستكون انفراجة بسيطة جدا، وفي حق بعض المعتقلين الذين لا ينتمون إلى أي فصيل سياسي، والكل يعلم بمن أعني من المعارضين لهذا النظام، لكن لن تكون انفراجة اللي هي فعلا تخلينا يعني متفائلين ان لا الوضع الحمد لله بيتحسن. نعم. مشاهدينا الكرام، لحد هذه النقطة بتنتهي حلقتنا من برنامج بالتفصيل.